يعطيك العافية دكتور يوسف، أشكر جميع من نسق هذه الدورة، الأستاذ عبد الله المطيري والأستاذ عبد العزيز القحطاني. أنا عارفة إنه اليوم فترة اختبارات والجميع على عجلة بأنه هو ياخذ هذه المعلومات بحيث إنه هو يقدر يكمل يومهم. الله يعينكم جميعا، المعلومات قد تكون متنوعة، ف إذا كان في شيء تحبون إنه إحنا نستوقف أو نشرح فيه أكثر بإمكانكم ترفعون أيديكم وأنا ممكن أنا أشرح أكثر فيها. إذا في أي سؤال بإمكانكم تستخدمون المحادثة، بيكون في بعض الأنشطة خلال هذه المحاضرة، وأتمنى إنه يكون في تفاعل جيد من جهتكم، لأن مؤشرات الأداء الرئيسية يعني مطولة قليلا ونحتاجها، وهي مهمة جدا في أي منظمة، ونحتاج معرفتها بشكل كبير لاستخدامها سواء على المستوى الاستراتيجي أو حتى على مستوى المشاريع التحليلية. موضوعنا اليوم بإذن الله راح يكون عن مؤشرات الأداء الرئيسية في الرعاية الصحية. هذه نبذة بسيطة عني لمن يحب يعرف على الشهادات اللي حصلت عليها، وقد تستفيدون من بعض الشهادات أو بعض الأشخاص اللي يبحثون عن شهادات تفيدهم في مجال جودة الرعاية الصحية، بعضهم مهم جدا كـ CPHQ و CPPI Certified Professional في مخايف الأداء الرئيسية، وهي موضوعنا لهذا اليوم. محاورنا بنتكلم اليوم على إنه إحنا نميز ما بين الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية والمبادرات بشكل عام، كذلك أفضل الممارسات لتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية، توثيق أو طرق توثيق مؤشرات الأداء الرئيسية، معرفة وقت وكيفية استخدام المقارنة المرجعية في وضع الأهداف، كذلك تحسين عملية تفعيل مقاييس الأداء الرئيسية وجمع البيانات اللازمة لها، وننتهي بتعزيز تمثيل هذه البيانات. أول موضوعين راح نتكلم عنهم بإذن الله هم عن فهم مؤشر الأداء الرئيسي بشكل عام والمصطلحات المهمة في مؤشرات الأداء الرئيسية. ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية؟ بشكل عام احنا دائما يكون عندنا نتائج، ولكن هذه النتائج المهم فيها هو إنه احنا نقدر نقيس ونقيم هذه النتائج بحيث ان هي تعطينا المجال بانه احنا نعرف وين بالضبط وضعنا في انتاجيتنا او في انجازنا، والاهم من ذلك وهو اداره الاداء، وبمعنى انه احنا نتخذ قرارات بناء على النتائج وتقييمها الذي لدينا. من أهم أدوات إدارة الأداء إنه إحنا نعرف ما هي رسالتنا، والرسالة تعني أنها تمثل كينونة هذه المنظمة وما هي هذه المنظمة. الرؤية هي هدف وجود هذه المنظمة وما ترغب بتحقيقه مستقبلاً. الأهداف هي توجهات المنظمة للوصول إلى المنتج النهائي الذي تم تحديده. باختصار أكثر، الرسالة هي وضع المنظمة الآن، الرؤية هي ما ترغب في الوصول إليه مستقبلاً، والأهداف هي الطرق اللي تساعدنا على أو إنها مثلاً ممكن نقول إن هي جذر ما بين الرسالة والرؤية. هنا نستعرض استراتيجية التجمع الجوف الصحي. الرؤية هي تقديم خدمات رعاية صحية عالية المستوى وبرامج وقائية في متناول جميع المجتمعات التي نخدمها. أما رسالة التجمع هي تحسين صحة سكان الجوف والمناطق الشمالية من خلال سهولة الوصول والوقاية والرعاية عالية الجودة، مع توفير رحلة رعاية صحية ثلاثة ومتكاملة. ولدينا عدة أهداف، منها الرعاية القائمة على القيمة، الحصول على الرعاية، الصحة السكانية، الموهبة والبحث والتحول المؤسسي. ونرى أن جميع هذه المحاور أو العناصر هي متواكبة أو محاذية لاستراتيجية التحول الصحي بشكل عام، وهذا ما نحن قائمين عليه في جميع التجمعات. نتكلم قليلا عن الأهداف الذكية.
الأهداف الذكية بمعنى شامل هي أن تكون محددة وتكون قابلة للقياس لمعرفة مدى تقدمنا لتحقيق هذا الهدف، وتحقيقها يكون سهل، لا يكون سهل ولا يكون صعب للغاية، وفي ذات الوقت لابد أن تكون على صلة بالتوجه الاستراتيجي للمنظمة، وكذلك محددة بإطار زمني حتى يصل علينا قياسها. لدينا نشاط، أود أن أعرف إذا كان عندكم أمثلة عن أهداف ذكية، سواء كانت من صميم العمل أو كانت خطرت في بالكم الآن بناء على ما ذكرناه من محاور الأهداف الذكية. أن تكون محددة، أن تكون ذات إطار زمني، أن تكون مرتبطة بالاستراتيجية أو بهدف المشروع، وكذلك أن تكون قابلة للقياس، وأن تكون ذات أهداف ليست سهلة ولا صعبة. أنتظر تفاعلكم في الشات. طب خلونا نسأل، هل سبق واستخدمتوا هذه الأهداف الذكية في عمل مشاريعكم بشكل عام؟ طيب لا، طيب نعطي مثال عن هذه الأهداف الذكية سمارت جولز مثل ما نسميها، وقد تكون تعطيكم إشارة إلى أهداف استخدمتوها مسبقا، ولكن قد لا تكون تحت تعريف الأهداف الذكية عندكم. مثلا كزيادة رضا المرضى من 60% إلى 85% بحلول 31 ديسمبر 2023 تحت مسؤولية إدارة تجربة المريض. هذا يعني زيادة رضا المريض، احنا حددنا ماذا نريد بالضبط، نريد زيادة رضا المريض. كذلك حددنا ما هو الهدف اللي نبغى نوصل له اللي هو 85%، ومتى نريد أن نصل لهذا الهدف 31 ديسمبر 2023، ونجد أنه مرتبط باستراتيجية المنظمة كذلك في ذات الوقت، وبالإضافة لأنه حددنا من الشخص المسؤول عن هذا الهدف الذكي أو الشخص الذي سيتابع هذا الهدف الذكي. طريقة أخرى لكتابة الأهداف الذكية إنه إحنا نحددها أكثر، نقسمها أكثر، بدل ما إحنا نكتبها في جملة واحدة تكون مقسمة أكثر، بحيث إنها تكون سهلة علينا إنه إحنا نعرف وين توجهنا بالضبط. عندنا الهدف زي ما ذكرنا زيادة رضا المريض، الـ KPI هو عبارة عن نسبة رضا المريض، المستهدف لدينا هو 85%، والوقت 31 ديسمبر، أما المسؤول فهو إدارة تجربة المريض. ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل عام؟ قبل مؤشرات الأداء الرئيسية عندنا تعريف لشيء بسيط، هو متريك أو المقياس، هو أداة نستخدمه لقياس شيء ما، ولكن المتريك لا يعني الـ KPI. الـ KPI قد يكون مصمم من المتريك، ولكن المتريك لا يصل إلى مرحلة الـ KPI. الـ KPI هو مقياس مدى تحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية. المتريك هو عبارة عن قياس أو أداة للقياس. مؤشر الأداء الرئيسي الـ KPI هو طريقة نتابع فيها مدى إنجازنا ومدى تحقيقنا للغايات والأهداف الاستراتيجية. طيب هنا نشاط، ما هو الفرق بين المقياس ومؤشر الأداء الرئيسي؟ ذكرت جزء منها، ولكن إذا كان في أحد يعرف مدى العلاقة أكثر ما بين المقياس ومؤشر الأداء الرئيسي، أو الفرق ما بين المقياس ومؤشر الأداء الرئيسي، ف يا ريت تذكرونها لي في الشات. أنتظر منكم تفاعل يا أخوان. المهم جدا في مؤشرات الأداء الرئيسية أن يكون في نوع من التفاعل، بحيث أن أنا أعرف
مدى فهمكم عنها قد تكون أعلى مني بكثير في مؤشرات الأداء الرئيسية، وأستفيد منكم كذلك. الأخت سوزان هيامي، متريك will be figures but KPI will be percentage with time. صحيح، راح نعرف لاحقا هل هي فقط percentage ولا في طرق أخرى لقياس ال KPI. سأعطيكم كثير من التعاريف قد تكون متنوعة وثامنة نوعا ما، ولكن هي مهمة عشان احنا نعرف ايش معنى الـ KPI وما هي أنواع الـ KPI وكيف احنا نقدر نقيس الـ KPI الفعلي. النوعية مقابل الكمية، لدينا بعض الأنواع من الـ KPI هي نوعية والبعض الآخر هي كمية. البيانات النوعية هي بيانات وصفية وقد تجمع من خلال إما أنها مقابلات سريرية أو مقابلات سردية، بمعنى أنه إحنا مقابلات ويسرد علينا المقابل معه بعض الأمور وناخذ منها بيانات ونسجلها عندنا. مجموعات التركيز الفوكس جروب، كذلك الأوبزرفيشن الملاحظة والمراقبة تعطينا كثير من البيانات النوعية، وتعتمد تجربة المريض كثيرا على هذه النوعية من البيانات. كذلك لدينا بيانات كمية، هي عبارة عن أعداد وإحصاءات ناخذها من الاستبيانات من الاستطلاعات أو من الكالكوليشن، إحنا نحسبها بحسبة معينة وتطلع معانا هذه البيانات. هنا عندنا مقولة إنه مؤشرات الأداء الرئيسية النوعية لا تعني إنها بيانات نوعية. ممكن مؤشر الأداء الرئيسي يكون نوعي، يقيس شيء نوعي، ولكن هو لا يقيس بيانات نوعية. يعني أنا ممكن ما أحتاج أخذ من مقابلات سردية أو مجموعات التركيز أو خلافه، مثلا رضا المريض هو ليس من البيانات النوعية، هو من البيانات الكمية، ولكن يقيس لي نوعية معينة في حالة تم تحديده أكثر. طب لماذا نحسب الـ KPIs؟ نسمع كثير عن الـ KPIs وكثير نتكلم عن الـ KPIs، وصارت تقريبا في بعض المنظمات تفعل بطريقة جيدة، وفي بعض المنظمات تعتبر توجه أو ترند أو يعني ماشيين مع الموجة. فليش إحنا أساسا نحسب هذه الـ KPIs، أو ليش ناخذ الـ KPIs بهذه الجدية وعلى هذا المحمل؟ الـ KPIs تستخدم لقياس أداء المنظمة بشكل عام، وأحيانا أداء عمليات معينة من هذه المنظمة. كذلك تساعد المنظمة على فهم مدى أدائها فيما يتعلق بأهدافها وتوجهاتها. تصير المنظمة تعرف وين هي بالضبط من الهدف أو من التوجه اللي هي تبغى توصل له. هل أنا على مستوى 50% من هذا الهدف؟ هل أنا على مستوى 70% من هذا الهدف؟ هل أنا ما زلت في البدايات على مستوى 20% من هذا الهدف؟ فبالتالي أقدر إنه أنا أراقب كذلك نتائج هذه الإجراءات عن قرب وعن كثب، كذلك أكتشف المشكلات المحتملة وبالتالي تحسينها. في حالة إنه أنا ما قدرت أوصل لهدفي، ما هي المشكلات اللي تمنعني إنه أنا أوصل لهذا الهدف؟ وكيف أستطيع تحسينها من خلال مؤشرات الأداء؟ تسهل عملية اتخاذ القرار بالنسبة للإدارات العليا. سهل بالنسبة لهم إنه مثلا في حالة كان هناك خروج عالي للموظفين من المنظمة، بالتالي يقدرون يتخذون قرارات بناء عليها. هل بيئة العمل غير جيدة فيبدون ياخذون تحسين لبيئة العمل؟ هل رضا الموظفين متدني عشان كذا صار في خروج؟ هل رواتب الموظفين ليست مقاربة للمنشآت الأخرى اللي بنفس حجم مؤسستهم أو بنفس حجم منظمتهم؟ فهذا ما يقوم عليه الـ KPIs، وذلك هو سبب أهمية الـ KPIs للمنظمات المختلفة. طيب، القيمة المضافة لمؤشرات الأداء الرئيسية في أي منظمة؟ أولاً، أن يكون لدينا تحسين بناء على هذه المؤشرات الأداء الرئيسية تكون أساس للتحسين.
ونعرف احنا لما نبدا نحسن في عمليه معينه او في اجراء معين او في مشروع معين وين بدينا وين راح نوصل. بالتالي هذا يقودنا انه احنا من خلال التجربه هذه نبدا نتعلم، وهذا التعلم يقودنا الى التركيز على اهدافنا اكثر. ومن خلال التركيز على اهدافنا يتم التواصل ما بين الادارات المختلفه وما بين الموظفين المختلفين وما بين حتى الموظفين وما بين الادارات على كافه مستوياتها، فيكون واضح للجميع ما هو توجه المنظمه وما هي الاهداف التي ترغب بتحقيقها، وتكون هناك مشاركه ما بين جميع هذه الفئات للوصول إلى التحسين مرة أخرى. هذه هي القيمة المضافة لمؤشرات الأداء الرئيسية. بالتالي مؤشرات الأداء الرئيسية إذا عملت بطريقة ممتازة أو عملت بطريقة فعالة، نجد أن هناك كثير من الأمور تتغير في المنظمة وتتغير في هيكلة المنظمة أو في توجه المنظمة بناء على مقاييس الأداء. طبعا من المهم جدا لجميع مؤشرات الأداء الرئيسية هو أن احنا يكون عندنا تحليل إحصائي جيد لها، بالتالي نقدر احنا نستخرج المعلومات الأساسية من كمية كبيرة من البيانات. غالبا في الرعاية الصحية أو في المجال الصحي بشكل عام عندنا كميات كبيرة من البيانات، سواء كانت بيانات إدارية، سواء كانت بيانات طبية، سواء كانت بيانات من المرضى من الموظفين، عندنا كميات مهولة من هذه البيانات. ولكن ما الذي يحدث معانا؟ إنه احنا إذا ما تم تحليل إحصائي جيد لهذه البيانات نضيع. لذلك تحليل الإحصائي جدا مهم حتى نقدر إنه احنا نتوقع الاتجاهات المستقبلية لهذه البيانات. هل ممكن يكون عندي هبوط لهذه البيانات أو يكون عندي ارتفاع لهذه البيانات؟ نحدد الأنماط، النمط يعني ترند. هل هذه البيانات ستقودنا إلى ما هو أفضل أو هي في انحدار؟ أحيانا حتى إنها تقودنا بشكل أفضل قد ما يكون يناسب أهداف المنظمة، فبالتالي لما ما تناسب أهداف المنظمة قد تقود إلى مشاكل مستقبلية ليست واضحة بالنسبة لنا الآن. وهذا كله يساعد الإدارة العليا في دعم اتخاذ قراراتهم لتحسين أو لتغيير حتى أحيانا التوجه الاستراتيجي للمنظمة بشكل كامل. كيف نوصل لهذا الشيء؟ كيف نوصل إنه إحنا نبدأ نصيغ مؤشرات الأداء؟ هذه إضافة أيضاً لمصطلحات مهمة في إدارة الأداء. دائماً لما يكون عندنا هدف لابد إنه هو يبدأ بفعل زيادة رضا المرضى أو نزيد رضا المرضى، تحسين شيء معين أو تحسين مثلا تجربة المريض، تقليل النفقات، تقليل الإصابات، تقليل العدوى، تقليل سقوط المريض، تقليل مثلا تقليل عدد الأيام وجود المريض أو length of stay للمريض في المستشفى، زيادة الموظفين أو عدد زيادة نسبة الموظفين إلى الاحتياج في المستشفى. فهذه كلها غالبا تبدأ الأهداف لها لنا بفعل معين. نيجي لمؤشرات الأداء الرئيسية، هي تبدأ برمز، إما إنها تكون إشارة الهاش أو المربع للرقم، تكون إشارة النسبة المئوية في حالة كنا نحسب نسبة مئوية، أو إشارة القيمة، قيمة التكلفة سواء كانت دولار أو كانت ريال سعودي. فإحنا نستخدم الرمز هذا بحيث إنه إحنا نعرف ماذا نحسب بالضبط. كمثال لدينا عدد الموظفين المسجلين في التدريب هو عدد، فبدل ما نكتب عدد غالبا نكتب المربع قبل الموظفين، ومباشرة يكون الموظفين المسجلين في التدريب مع هذه الإشارة، نعرف إنه إحنا نستدل بهذه الإشارة على رقم. نسبة رضا الموظفين، إشارة النسبة هنا دلتنا إنه إحنا نحسب نسبة شيء من شيء آخر. كذلك إيرادات الدورة التدريبية بالريال السعودي تبين لنا إنه إحنا نبحث عن قيمة. المبادرات غالبا تبدأ باسم، إحنا نبغى نزيد رضا المرضى، هذا هدفنا.
مؤشرات الأداء الرئيسية اللي إحنا قاعدين نستخدمها هي عدد الموظفين المسجلين في التدريب، نسبة رضا الموظفين، إيرادات الدورة التدريبية بالريال السعودي. طب ما هي المبادرة التي سنقوم بها بحالة وجدنا نتائج هذا الـ KPI؟ هو تدريب الموظفين على عملية معينة بهدف زيادة رضا الموظفين، وكيف سنقيس فاعلية هذه المبادرة عن طريق مؤشرات الأداء الرئيسية المسروقة. دكتور خالد الروقي، رفعت إيدك، هل تحب أن أنت تدخل في مداخلة أو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. الله يسعد صباحك والاخوه الزملاء. بس عندي سؤال، تدريب الموظفين هذا كأنه هدف وليس مبادرة. لا، أنت تدريب الموظفين يكون أحياناً أنت تعملها كمبادرة، مثلاً أنت مشروعك الآن تدريب الموظفين على آلية معينة أو على إجراء معين، أو مثلاً وجدت أنه عندك بعض الأطباء كمثال في عندهم قصور في التدريب في شيء معين، فعملت مشروع كامل لتدريب هؤلاء الأطباء بهدف أنه أنت ترفع كفاءتهم في هذه العملية. فهنا يكون هذه عندك مبادرة أو مشروع، ولكن هدفك الأساسي هو أنه أنت تزيد كفاءتهم وليس تدريبهم. هو هدفك ما هو التدريب، هو هدفك أنه أنت تزيد كفاءتهم في هذه الإجراءات. يعني لو اخذناها كمثال اخر، اللي هو الهدف زياده رضا المرضى، فتكون المبادره مثلا الخدمه الطبيه المنزليه، هذه تكون مبادره، صحيح؟ ممكن تقديم الخدمة الطبية المنزلية، نعم ممكن تكون هي مبادرة اللي بالنسبة في لك الاخير عشان تزيد عدد رضا المرضى. المبادره حتقودنا للهدف. صحيح. واضح، شكرا. حياك الله. طيب، عندنا أنواع المؤشرات بشكل عام. أنواع المؤشرات هي إما أنها تكون مؤشرات سريرية، غالبا المؤشرات السريرية تكون مرتبطة جدا بالأهداف العالمية لسلامة المرضى اللي هي IPSGs، أو من سباهي كذلك الـ ESR. فغالبا كثير من المؤشرات السريرية تكون مرتبطة عليها. هنا عندنا مثال أن عدد الأخطاء الدوائية هي أحد المؤشرات السريرية التي لدينا. كذلك عندنا مؤشرات إدارية بحتة، رضا المرضى، رضا الموظفين، تدريب عدد المتدربين، مثلا عدد الريزيدنت او عدد الاطباء المقيمين الموجود عندنا، ما يخص الماليه كذلك هو تعتبر من المؤشرات الاداريه. عندنا في مؤشرات الاداء الرئيسيه على نطاق اخر او انواع اخرى، نطاق المنظمه بشكل عام، اعاده تنويم المريض خلال 30 يوم من الخروج، هذه تعتبر على نطاق المنظمه بشكل عام. طب انا ابغى اتخصص اكثر، أبغى أعرف إعادة تنويم المريض للعناية المركزة فقط خلال 30 يوم من الخروج، أو ممكن أكون أكثر تحديد خلال العناية المركزة للأطفال خلال 30 يوم من الخروج. فبالتالي ما عندنا إشكالية إذا كان هو مؤشر سريري على نطاق المنظمة أو مؤشر إداري على نطاق القسم. يعني هذه الأنواع هي التصنيف لهذه المؤشرات، ممكن يكون مؤشر سريري في نفس الوقت على نطاق المنظمة أو القسم، ومؤشر إداري على نطاق المنظمة أو القسم، لا يوجد خلاف في ذلك. كمان تصنيف آخر لهذه المؤشرات، وكما ذكرت لا يوجد خلاف أنه هي تكون المؤشر مصنف بعدة طرق بحسب ماهية هذا المؤشر. عندنا أما أنها تكون مؤشرات هيكلة أو تسمى مؤشرات بنية، تعتمد على أنه إحنا نعرف الترتيب المختلف لأجزاء أو عناصر النظام اللي تهدف إلى تقديم الرعاية والإدارة. طبعاً إحنا كلنا نعرف أنه العملية تكون عبارة عن هيكلة أو بنية، ومن ثم تحصل معانا العملية البروسيس، وبعدها النتيجة اللي هي الأوتبوت. يعني عندنا إنبوت وعندنا بروسيس وعندنا
اوتبوت. وهنا احنا نقسم المؤشرات الاداء بناء على النظام، يعني عندنا مؤشرات تكون في البنيه اللي هي في الريسورسز او في الستراكشر او في الانبوت، وعندنا كذلك مؤشرات تخص العمليه نفسها تقييس هذه العمليه، وعندنا مؤشرات تقييس النتائج. طب نيجي نعرف اكثر عن معنى كل واحده فيهم. كما ذكرنا انه الهيكل او البنيه هي ترتيب مختلف اجزاء او عناصر النظام لتقديم الرعايه او الاداره. لسه احنا ما دخلنا في العمليه، احنا عندنا هنا ما هو نستطيع تجهيزه لهذه العمليه. سبيل المثال نثبت الموظفين الموجودين في المنظمه، توافر ادويه الطوارئ كمثال. نجي للعمليه، بدانا الان بسلسله من الخطوات او الاجراءات او الاحداث المترابطه اللي بتحقق لنا الهدف، بتحول هذه المدخلات الى نواتج عن طريق هذه العمليه. على سبيل المثال مدى الالتزام بمعيار الوثائق في السجلات الطبيه، ليس اعتبرناه من ضمن العمليات لانه هي عمليه يكون فيها كتابه لهذه الدوكيومنتيشن، يكون فيها مراقبه لهذه الدوكيومنتيشن، وبعدها نقيس مدى التزامنا او صحه الطريقه المعتمده في توثيق هذه السجلات الطبيه، فهي عمليه متكامله. انا ممكن اخذ مدى الالتزام بشكل كامل، وممكن كذلك اقسمه الى اجزاء اخرى فتكون اسهل علي في التعامل معها. ننتهي بالنتيجه اللي هي نتائج الرعايه او العمليه اللي احنا قاعدين نشتغل عليها. العمليه هنا نقصد فيها بروسيس وليست عمليه او ار اوبريشن، سواء كانت سلبيه او ايجابيه. مثلا السلبيه او سوري الايجابيه رضا الموظفين، اما السلبيه فهي معدل الوفيات. الاثنين يعطونا توجه او يعطونا مؤشر الى ما نحن قائمين عليه في المنظمة وما نحتاج أنه إحنا نغيره في هذه المنظمة. أتوقع في دكتور فايز رفع إيدك ودكتور أو منور، بس إذا أخلص الفقرة هذه وأسمح لكم بإذن الله بالمداخلة لأنه فقرات كثيرة فودي أنه إحنا ننهيها جزء بجزء. عندنا كذلك مؤشرات الموازنة. مؤشرات الموازنة جدا مهمة في إنه إحنا نعرف كيف نتخذ القرار. مهمنا في هذا الموضوع. فأنا غالبا جهزت المؤشرات، عرفت هل هي هيكلة وهل هي إدارية، هل هي التريرية، وبعد كذا ربطت هذه المؤشرات ببعض. عرفت ما هي المؤشرات اللي إذا تغيرت في نطاق معين من النظام فتشكل تأثير سلبي أو خطر أو حتى تأثير إيجابي في مكون آخر من النظام. فبالتالي دائما لما أبدأ أحطها أمامي أو أقيسها أمامي لابد أن أنا أكون مع بعض. يعني مثلا لو أنا عملت جاهدة على تقليل مدة بقاء المرضى في المستشفى، رائع جميل، هذا هدف استراتيجي وهدف مهم جدا لجميع المستشفيات، ولكن بالمقابل لابد أنه أنا أعرف إعادة تنويم المرضى خلال 30 يوم من الخروج يتأثر سلبا ولا لا. أحيانا إذا كان مدة بقاء المرضى في المستشفى قليلة فهذا قد يعني أنه أنا قاعدة أخرج المرضى قبل الوقت المناسب لهم، ما شيكت على أنه هل في complications أو هل في تعقيدات أو هل في عدوى مثلا عند المريض، ما شيكت أنه هو عنده جميع الاحتياجات اللي يحتاجها في البيت، ما شيكت هل هو يحتاج رعاية منزلية متابعة له في البيت، مراجعات وهذه الأمور كلها. طلعت المريض وقبل ما يكون الوقت مناسب لخروجه، وهذا ما نسميه unmatured discharge. فبالتالي في أقل من 30 يوم رجع المريض مرة ثانية. طب أنا هنا ما قللت التكاليف فعليا، وأنا هنا ما حققت هدفي. الهدف أنه أنا أقلل التكاليف، أقلل الهدر اللي قاعد يصير معاي في بقاء المريض، أقلل العدوى اللي ممكن يصير للمريض في حالة طول بقائه عندنا في المستشفى. لكن بدل ما إنه المريض قاعد عندي يومين زيادة، اللي صار إنه هو طلع صار معاه تعقيدات أو مضاعفات في حالته، فرجع مرة ثانية عندنا وقعد 5 أيام أخرى. إذا أنا ما حققت هدفي نهائيا. لذلك لابد إنه إحنا دائما نشوف الـ KPIs اللي لها تأثير على بعض نضعهم أمامنا، بالتالي متى ما رأينا هذا نرى تأثيره في الآخر. هناك
أيضا ما يسمى مؤشرات الأداء الرئيسية أو الرائدة ومؤشرات الأداء المتأخر. ماذا نعني بمؤشرات الأداء الرائدة ومؤشرات الأداء المتأخر؟ وهذه تفيدنا كثيرا في معرفة الموازنة. المؤشرات المتأخرة هي مؤشرات أداء سابق، يعني بمعنى هذه مؤشرات لها تأثير، تتأثر أو تتأثر بمؤشر أداء آخر. أما المؤشرات الرائدة فهي تؤثر على مؤشرات أداء أخرى. فعندنا هنا المؤشرات الرائدة دائما تعرفنا إحنا إيش بيصير معانا في المستقبل، بينما المؤشرات المتأخرة عرفنا إحنا إيش قاعد يصير معانا في الوقت الحالي، ودائما تتأثر بمؤشرات الأداء الرئيسية. لذلك قلت لكم إن هي جدا مهمة في معرفة الموازنة، ودائما لازم نعرف العلاقة ما بين مؤشر ومؤشر آخر، هل هو يتأثر بمؤشر آخر ولا هو يؤثر على مؤشر آخر. زي ما ذكرنا في المثال السابق في الموازنة، مين اللي يؤثر على الثاني؟ هل خروج المريض أو مدة بقاء المريض تؤثر على الري أدميشن ولا الري أدميشن هو اللي يؤثر على بقاء المريض؟ في المثال السابق كان خروج المريض من المستشفى أو مدة بقاء المريض في المستشفى هي اللي تؤثر على الري أدميشن. فبالتالي هنا نجد إنه مؤشر الأداء لبقاء المريض في المستشفى هو مؤشر رائد أو ما يسمى bleeding، ومؤشر readmission أو إعادة تنويم المريض مرة أخرى هو مؤشر يسمى lagging، يعني يتأثر بمؤشر آخر. وهذا يساعدنا كثير على فهم العلاقة بين مؤشرات الأداء الرئيسية. إحنا ذكرنا سابقا إنه أهم أهدافنا من استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية هو القدرة على اتخاذ القرار. فبالتالي أنا لابد أفهم عمليات المستشفى أو عمليات المركز أو عمليات التجمع كيف مترابطة مع بعض، وأفهم العلاقة ما بين مؤشرات الأداء الرئيسية المختلفة، عشان إذا أخذت قرار ما آخذ قرار بدون ما أعرف تبعات هذا القرار على عمليات أخرى. طيب هنا أتمنى منكم أن تعطوني مؤشر أو مثال لمؤشر أداء وتحددون نوعه من الأنواع السابقة، حتى لو كان أعطيته أكثر من تصنيف أو تصنيف واحد، لكن الهدف إنه أنا أعرف مدى فهمكم للأنواع المختلفة لهذه المؤشرات. بعطيكم دقيقة تفكرون عنها. أخ منور عليكم السلام، تفضل أخوي اطرح سؤالك إذا حاب. الأخوة الأخرين إذا بالإمكان أنتم تعطوني مثال لأي مؤشر أداء مر عليكم وتفكرون في نوعه بالضبط، هل هو مؤشر بنية، هل هو مؤشر عملية، هل هو مؤشر نتيجة، كذلك هل هو مؤشر إداري أو هل هو مؤشر سريري أو كلينيكي، هل هو من المؤشرات لاجينج ليدينج. ممكن تعطوني كذلك مثال على مؤشرات رائدة ومؤشرات متأخرة. أتمنى أشوف ما عندكم. يعني أخ مناور إذا تحب تدخل في مداخلة تفضل. سماحة زيد، مؤشر استخدام المضادات الحيوية هو مؤشر سريري صحيح. ستارت ليرنينج ريت هو نتيجة. مؤشر الأخطاء الدوائية، مؤشر رضا المراجعين من النتائج. مؤشر بناء ويؤثر، سيرجيكال فوليوم، مؤشر بناء ويؤثر على غيره، يعني بمعنى إنه هو لاننج أو ليدنج. إعادة تنويم مرضى السكري الغير متحكم به في مستشفيات هو مؤشر متأخر. أوكي. مؤشر مدى استفادة المريض من الخدمة المقدمة. طيب عندنا سؤال، هل المؤشرات على سبيل الحصر أو على حسب الإدارة ذاتها؟
معلش توضحي لي السؤال أكثر؟ أقيم ماشي الرضا العاملين صحيح. مؤشر الحالات الباردة في قسم الطوارئ. طب مؤشر الحالات الباردة في قسم الطوارئ. عامر أتوقع الاسم. هل هو أحد المؤشرات اللاجينج ولا الليدينج؟ هل هو مؤشر متأخر أو مؤشر رائد؟ وهل هو نتائج ولا عملية ولا بنية؟ يؤثر على المؤشر خدمة خلال 24 ساعة في قسم الطوارئ صحيح، وهذه أحد المؤشرات المهمة اللي تستخدمها خلال 4 ساعات أصلا في قسم الطوارئ. رائد نعم. مؤشرات محصورة وواضحة بالنسبة لكل قسم في المنظمة. طيب أنا ما فهمت السؤال بالتحديد، ولكن بجاوب على حسب ما فهمت من السؤال. غالبا المؤشرات لابد أن يكون الأقسام لها مؤشرات واضحة، وفي مؤشرات استراتيجية شاملة لجميع المنظمات. أما الأقسام يعني أنا الآن ما أقدر أمشي كقسم على ما هو للمنظمة بشكل كامل، يعني مثلا أوضح لي السؤال أكثر. هنا يعني يمكن أطلع هدف جديد وأضع له مؤشر، لكن كيف بالنسبة للرأس؟ أوكي، إحنا الآن لما يكون عندي هدف جديد بالنسبة لقسمي، مثلا أنا في قسمي وجدت إنه في رضا الموظفين بشكل عام في المنظمة نسبة جيدة، ولكن قسمي كان أحد الأقسام اللي سبب انخفاض في المؤشر هذا. أو ناخذ مثال آخر، عندنا عيادات القلب مثلا المؤشر عندها ممتاز، ولكن عيادات السكر المؤشر عندها منخفض، فبالتالي بدأ التركيز أكثر على هذا المؤشر. ما عندك إشكالية إنه يكون في مؤشر عام رضا المرضى وفي مؤشرات للأقسام كذلك. أحيانا طبيعة عمل القسم تحتم عليهم اتخاذ مؤشرات معينة ما تصلح في أماكن أخرى. مثلا العيادات الخارجية مؤشراتها ما توافق الانبيشنت، يعني أنا مثلا لو أجي بحسب في العيادات الخارجية، هل أحتاج إن أنا أحسب مدة بقاء المريض في المستشفى؟ لا، ولكن أنا بحسب مثلا دخول المريض للطبيب مباشر، من تسجيله إلى دخول المريض للطبيب مباشر. أجي آخذ مقياس آخر أقول والله تسجيل المواعيد، رضا المريض عن تسجيل المواعيد فقط. ناخذ مثال آخر، مثلا الصيدلية الخارجية تختلف كذلك مؤشراتها عن الصيدلية الداخلية، فأنت حسب طبيعة هذه النطاق لابد إنه احنا نغير المؤشرات على حسب طبيعتها، وهذا لا يعني إنه في مؤشرات استراتيجية شاملة لجميع المنظمة. معدل وقت انتظار المريض صحيح، مؤشر رضا المرضى صحيح. طيب نتفق بهذا القدر، يعطيكم العافية جميعا. ناخذ موضوع آخر وهو الفعالية مقابل الكفاءة. هنا عندنا نتكلم على إنه إحنا عندنا عمليات، والعملية دائما تبدأ من إنه نتيجة أو ناتج مطلوب، عندنا هدف مطلوب نحتاج إنه إحنا نحدده، desired outcome، وين أبغى أوصل بالضبط، الهدف المرغوب وليس المطلوب. عندنا كذلك مدخلات، وبعدين حصلت عندنا عمليات، والعمليات عبارة عن خطوات كثيرة في هذا المجال، وبعدين عندنا المخرجات، وننتهي بالنتائج. طيب ماذا نعني كفاءة وماذا تعني فعالية؟ الكفاءة تعني الاستخدام الأمثل للوقت أو الجهد أو التكلفة لتحقيق النتائج المرجوة. أنا هنا أستخدم المصادر، الكفاءة احنا نتكلم على العملية بحد ذاتها، المصادر اللي نستخدمها في هذه العملية، قاعد استخدمها بأفضل طريقة ممكنة، سواء كانت وقت، سواء كانت جهد، سواء كانت تكلفة، سواء كان عدد الموظفين، جميع المصادر. ليش احنا قاعدين نستخدمها؟ عشان نحقق النتائج المرجوة، ولكن هذه المصادر معناته أنا قاعد أركز على العملية، ما أركز على الناتج بالضبط. الفعالية تعني إني أنا حققت هذا الناتج أو حققت النتائج المرجوة.
سواء كانت ناتج اللي هو المخرجات او النواتج، سواء كانت نواتج اللي هي المخرجات بشكل عام او الناتج اللي هو الاوت كم. في اختلاف ما بين الاوت بوت والاوت كم. الاوت بوت يكون غالبا على العمليه فقط، الاوت كم يكون اشمل للنظام بشكل عام. طيب هنا احنا عندنا تكلمنا عن الاثنين. بنظركم هل الكفاءه هي الاهم ولا الفعاليه هي الاهم؟ هل انا يهمني انه انا اوصل فقط للناتج، ولا انا يهمني اني انا اوصل للناتج باقل هدر ممكن؟ هنا احنا ممكن نقول انها على حسب العمليه بحد ذاتها. في عمليات نحتاج انه احنا نصل للهدف بغض النظر عن الريسورس اللي احنا نوصلها. احيانا احنا يكون عندنا عمليه طارئه، يعني اجراء طارئ لابد من اتخاذه الان. حصل عندي حادث جسيم، فبالتالي لما انا حصل عندي هذا الحادث الجسيم اللي عملته انه انا احتاج الان ادرب عدد من الاطباء عشان ما يصير هذا الحادث مره ثانيه. فما عندي احد مدرب اقدر اجيبه، ما اقدر انه انا ابحث عن احد كفؤ في المكان انه انا ابدا يعطي هذا التدريب. فبالتالي اخذت اكسترنال شركه مقدمه لهذه الخدمه او شركه تدريبيه، واعطوني هذا التدريب، كلفني مبلغ، كلفني وقت، كلفني جهد للبحث عن هذه الشركه، ولكن وصلت للهدف المرجو. من ناحيه اخرى، اذا انا كان عندي وقت واعمل باريحيه اكثر، ممكن اروح مباشره على الكفاءه. ولكن بشكل عام الكفاءه هي مهمه جدا، لانه انا الكفاءه اركز على العمليات، ولكن وبالتالي اذا انا ركزت على العمليات لاحقا راح اوصل للنتيجه المرجوه. تعريف آخر لها، نقول إن الفعالية هي عمل الشيء الصحيح، مدى تحقيق النواتج أو النتائج المرجوة. كأمثلة، رضا المريض، إعادة التنويم خلال 30 يوم من الخروج، خطأ في الدواء، هذه كلها تعني تقييس الفعالية. نجي للكفاءة، هي القيام بالأمور بالشكل الصحيح، الاستخدام الأمثل الوقت أو الجهد أو التكلفة لتحقيق النتائج المرجوة مثل ما ذكرنا. أمثلة عليها طول فترة الإقامة، استخدام السرير أو اللي هو إحنا نسميه البيد تيرن أوفر، أو تكلفة الخدمة بالريال السعودي، هذه كلها تقيس لنا الهدر الحاصل لدينا. طب كيف نحدد مؤشر الأداء الرئيسي، أو كيف نوثق مؤشرات الأداء الرئيسي؟ هنا أتمنى أن تركزوا معي لأنها هي جدا مهمة طريقة تحديدها، وفيها كثير من التشابه في بعض الأمور، وتحتاجونها كثير عشان تبدون أنه أنتم تقدرون تحددون مؤشرات الأداء الرئيسية. راح نبدأ أولا بالتحضير لتحديد مؤشر الأداء الرئيسي، ومن ثم تحديد مؤشر الأداء الرئيسي، وبعدها متابعة تحديد مؤشر الأداء الرئيسي. طيب في التحضير لتحديد مؤشر الأداء الرئيسي، أحتاج أعرف أحدد النطاق، يعني أعرف إيش اللي أنا أحتاج أقيسه أو ماذا يجب أن أقيس، عشان أعرف إنه وين العملية اللي أقدر أختار فيها من ضمن هذا النطاق، وأبدأ أفهم فهم عام ما هي المخرجات المتوقعة مني. كيف أنا ممكن أبدأ أفهم هذه الأمور كلها، سواء كان عن طريق بحث داخلي جوه المنظمة أو عن طريق بحث خارجي؟ ونجد إنه البحث الداخلي إنه أنا أراجع تقاريري السنوية، أراجع تقاريري خطط التشغيلية وتقارير التشغيلية، أبدأ آخذ من الموظفين اللي موجودين في الواجهة فرونت لاين إمبلويز، أبدأ آخذ آرائهم، وأبدأ آخذ هم إيش يقدرون يسوون أو يعني الإنبوت لهم. كذلك أبدأ أخذ على مستوى الإدارة العليا أو المجلس التشريعي لهذه المنظمة، أبدأ أخذ آراءهم كذلك وآراء المدراء. أنا هنا قاعدة أقرأ تقارير شاملة، وكذلك قاعدة أخذ آراء شخصية من العاملين في المنظمة، سواء كانوا فرونت لاينر أو كانوا في الإدارة. من الجهة الأخرى كذلك نحتاج إنه إحنا عشان نوضح النطاق أكثر، نعمل بحث خارجي لنا.
نشوف المنافسين، واحنا في النطاق الحكومي غالبا ما هو منافسين، ولكن الان مع نظام التجمعات القائم حاليا، فانا اقدر اشوف مثلا تجمع الرياض الثاني كيف وضعه بالنسبه لتجمع الرياض الاول، فابدا اقيس مخرجاتي ومخرجاته، ابدا اقيس مؤشراتي ومؤشراته، او قبل المؤشرات ابدا اقيس المخرجات مع بعض، وابدا اعرف وين وضعي بالضبط معاهم. وهذا اساس عمل اداء. احنا الان قاعدين نشتغل على اداء، فاداء يعطينا هذه التقارير باستمرار، يعرفني اين انا من هذه المجموعه الكامله في التجمعات، او اين انا من بين المستشفيات الاخرى. طيب عندنا كمان كثير من الكتالوجات او القوائم الموجوده في المواقع الالكترونيه، في منها في الكي بي اي انستتيوت عندهم قائمه طويله جدا، كي بي اي لايبرري او مكتبه الكي بي ايز بالنسبه لهم، في كثير من المصادر اللي احنا ممكن ناخذ منها كي بي ايز كذلك فتفيدنا. نيجي بعدين للخبراء. عندنا خبراء في هذه الامور، فهم ممكن يعطونا ايش اللي يفيدنا اكثر انه احنا نحدد النطاق وايش المؤشرات اللي تناسبنا اكثر. وبعدها كذلك عملاؤنا الخارجيين اللي هم سواء كانوا موردين او كانوا مرضى او كانوا عملاء للمؤسسه او للمنظمه، فهم يعطونا رايهم كذلك، فنبدا بناء عليها نضع اهدافنا، ومنها نبدا نضع مؤشراتنا او ماذا نريد ان نقيس بالضبط. نستعرض الـ KPIs، كل ما جمعناه نبدأ نستعرضه. وهذا ليش احنا نبدأ نستعرضه؟ لأنه يكون مصدر إلهام بالنسبة لنا، يعطينا فكرة احنا ايش ممكن نسوي، معرفة بشكل عام، نتعلم كذلك كيف احنا ممكن نبدأ نختار هذه الـ KPIs بطريقة أفضل. كيف احنا ممكن نعمل على هذا الشيء؟ إنه احنا ندمج قوائمنا الداخلية أو تقاريرنا الداخلية مع ما أخذناه من مصادر خارجية، ونبدأ نشوف طريقته. كذلك نستخدم المصادر الداخلية لتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية مثل التقارير التشغيلية، مثل ما ذكرت إنه إحنا نجمع الاثنين وناخذ الأهم من كل مصدر منهم، ونبدأ نجد طريقنا ما بين الداخلي وما بين الخارجي. عندنا كذلك تجميع الـ KPIs. ماذا نعني بتجميع الـ KPIs؟ إنه إحنا نضع مؤشرات الأداء الرئيسية في فئات مختلفة، سواء احنا راح نستخدمها في بطاقة أداء متوازنة اللي هي البالانس سكور كارد على المستوى الاستراتيجي، أو أنا راح أضعها لأهداف معينة، أو أنا مثلا راح أحطها في داشبورد في مقسمة في لوحة معلومات، فتكون داشبورد كاملة أمامي وأراقب هذه البيانات بشكل مستمر، أو في عملية تحليل تدفق القيمة، وراح نعرف أكثر لاحقا عن تحليل تدفق القيمة، أو في مراحل العمليات المختلفة، فأنا أبدأ أجمعها وأبدأ أصنف هذه المؤشرات ضمن فئات مختلفة. وهذا الشيء احنا نقوم به للتمكن من تحديد الفجوات المحتملة، هي ما حصلت لدينا فجوات، احنا نحدد هذه الفجوات المحتمل حدوثها لاحقا، بحيث انه انا يكون عندي كي بي اي لاغلب العمليات الموجودة عندي، فاعرف وضعي بالضبط ومدى انجازي في هذه العمليات. في النقطة الثانية وهي تحديد مؤشر الأداء الرئيسي، الآن احنا بدأنا حضرنا لتحديد مؤشر الأداء الرئيسي، ندخل في العملية نفسها اللي هي تحديد مؤشر الأداء الرئيسي. نعمل ورشة لتحديد مؤشر الأداء الرئيسي، وهذه الورشة ممكن تكون على مستوى القسم، أو حتى ممكن تكون على مستوى الاستراتيجية، يعني ما يفرق هو وين احنا نبغى نستخدم هذه الأدوات، احنا ممكن نستخدمها، أنا ممكن عندي قسم أو حتى سكشن شعبة صغيرة، وأبغى أبدأ يكون عندي مؤشرات أداء رئيسية لها بحيث أقيس إنجازي، و لا مانع من انه انا استخدم هذه المؤشرات. مين اللي المفروض يكونون في ورشه العمل هذه ورشه عمل تحديد المؤشرات؟ عملاؤنا، موردونا، الموظفون، مجلس الاداره، الاداره او المدراء، والمنسقون لهذه المؤشرات في الاقسام المختلفه. لو كان على مستوى اصغر احنا لازم نعرف من هم عملاؤنا، يعني انا مثلا لو انا قاعد اقيس في التوريد في سلاسل التوريد احتاج موردين معي، لكن لو انا راح اقيس على مستوى التمريض انا ما احتاج اعرف الموردين هنا، انا اللي احتاج اعرفه التمريض، المرضى، من يتعامل معانا، هذول الاشخاص اللي ممكن يعطوني ويفيدوني. ليش احنا نسوي الشيء هذا؟ احنا نسوي الشيء هذا لانه احنا نحتاج نفكر بشكل جماعي في كيف نقيس انجازنا، هو مؤشر الاداء الرئيسي هذا كيف اقيس انجازي، فبالتالي كلنا راح نشارك ونجتمع على انه كيف نقيس هذا الانجاز، ومنها هي فرصه للتعلم،
نعرف اكثر عن عملياتنا، نعرف اكثر على انه احنا الى اين متوجهين او ماذا نريد بالضبط من هذا التوجه، ونعرف انه احنا اذا بدانا في التعلم راح يكون اسهل علينا انه احنا نطبق الامور ونجاري التغيرات الحاصله. المشاركه، انا ارى ان المشاركه جدا مهمه، جدا مهمه، لانه في حاله انه انا وضعت تغيير، من اهم الامور اللي ممكن تصير معي المشاركه. اذا انا شاركت هذا الشخص معي في تحديد ماذا اريد ان اقيس واين اريد ان اذهب، فبالتالي بيكون سهل عندي انه هو يعمل عليه ويشاركني في الانجاز اذا كان عندي اي مشاكل لاحقا او حصل عندي اي انخفاض لاحقا في مؤشر الاداء. هذا جدول يعطيكم بصورة عامة كيف احنا ممكن نسوي ورشة العمل، نستعرض جدول الأعمال، نبدأ نراجع هل هذا الجدول مناسب لنا ولا لا في خلال 5 دقائق، وبعدها نبدأ نوضح المصطلحات وتنسيق مؤشرات الأداء الرئيسية، نبدأ في عملية الاختيار ومراجعة الأداء اللي احنا راح نختارها، عندنا نموذج تحليل تدفق قيمة العينة راح نتكلم عنه لاحقا، وبعدين يكون في عندنا مشاركة تفاعلية في تدفق قيمة العينة، وبعدها نبدأ في دمج نتائج مؤشرات الأداء الرئيسية ومراجعة القائمة استنادا إلى معايير التصفية المتفق عليها، وكذلك استعراض المشروع بشكل كامل لأنه وضع مؤشرات الأداء تعتبر مشروع. بعدها نبدأ نجاوب على الأسئلة اللي تطلع معانا خلال هذه الورشة، ونوضح ما هي الخطوات القادمة أو ماذا نريد أن نعمل لاحقا، وهذا كله ممكن يكون خلال 240 دقيقة، يعني تقريبا حدود 4 ساعات. ممكن تكون ورشة عمل يوم واحد، ممكن إن هي تقسم على ورش عمل أصغر على حسب ما تتفقون عليه في الخطوة الأولى. نحدد إطار الأسئلة ذات الصلة، لازم إحنا نفهم أهمية السياق وملائمته، هل يناسبنا ما توصلنا إليه من خلال ورشة العمل هذه ولا لا؟ إحنا لما بدأنا ورشة العمل بدأنا نحاول نفهم وين إحنا، ونبغى نفهم احنا الى اين متوجهين، وهل هو ما نعمل عليه او توجهنا هذا ملائم لنا ولا لا. هذا جدا مهم انه احنا نعرف. ناتي لتحليل تدفق القيمه. تحليل تدفق القيمه هو نموذج يهدف الى توليد القيمه من المدخلات ومخرجات العمليات والنتائج. انا عشان يكون عندي عمليه لابد افهم ما هي الخطوات المهمه لي في هذه العمليه، اذا فهمت ما هي الخطوات المهمه لي في هذه العمليه ببدا اعرف وين احتاج اقيس بالضبط، وايش احتاج اقيس بالضبط. فهنا احنا ليش نبدا نتبنى هذا النموذج؟ لانه هو لابد من اكتساب رؤيه واضحه حول كيفيه قياس الهدف من عده وجهات نظر. كذلك لابد انه احنا يكون عندنا نظره عامه على هذه العمليه التي ينطوي عليها تحقيق الهدف. أنا لما أبدأ أفكك بتحليل تدفق القيمة، بعطيكم مثال بعد شوي، لما أبدأ أفكك العملية في هذا التحليل راح أعرف ما هي العمليات اللي تساعدنا على تحقيق الهدف، وبعدها نضع مؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر صلة بالهدف المرجو تحقيقه. فبالتالي المهم من هذا الشيء أنه أنا كأني أفرض العملية أمامي وأراها بعيني، ويكون سهل عندي أعرف وين بالضبط لازم أركز. في العمليات هنا عندنا مدخلات، وفي الإدخال غالبا يكون عندنا قياس كمية أو نوعية موارد المدخلات للأنشطة التنظيمية. بشكل عام الموارد البشرية، الهياكل الأساسية للموارد المالية وخلافه. في العمليات عندنا قياس كمية أو نوعية الأنشطة المطلوبة لتوفير نواتج متوقعة معينة، يعني أنا الآن قاعد أمشي في الخطوات اللي راح توصلني لأهدافي. تشمل بوجه عام التحول من حيث الوقت أو معدلات الاستخدام، أنا أقدر أقيس هذول كلهم. طب بعدين المخرجات. المخرجات هنا تقييم كمية أو جودة السلع أو الخدمات اللي ممكن إنها تطلع معانا من خلال هذه العملية. تشمل عموما نتائج قابلة للقياس الكمي، غالبا المخرجات تكون كمية أكثر. النتائج، قياس كمية أو نوعية النتائج المحققة من خلال توفير السلع أو الخدمات. يعني النتيجة الأخيرة، الإمباكت، الأوت كم من هذه العملية. أنا عندي مخرج الآن وعندي مخرج راح يطلع معاي مع الوقت، تأثير هذه المخرجات البسيطة راح توصلني إلى نتائج أكبر، فبالتالي هذه هي ما نحتاجها. قياس كمية ونوعية النتائج المحققة من خلال توفير السلع والخدمات، كمثال القيمة المضافة من خلال هذه العمليات أو تأثير هذه العمليات.
كمثال يعني لو احنا لو نجي الان التوجه جاي على انه صحه المجتمع او رفع صحه المجتمع. انا الان اقوم بعمليات بسيطه لها مخرجات بسيطه، مثلا قللت عدد مرضى اللي عندهم السكري، او قدرت اسيطر على الاشخاص اللي عندهم مرض السكري، قدرت اسيطر على امراض السمنه، قدرت اسيطر على امراض القلب، قدرت اسيطر على عده امراض، هذه كلها مخرجات. طب ايش النتيجه النهائيه لهذه المخرجات؟ راح يقل عندنا راح تزيد عندنا الصحه العامه للمجتمع، وبالتالي معدل سن الوفيات بيزيد. هذا هو النتيجه اللي انا وصلت لها من عده عمليات وعده مخرجات، وصلتني الى نتيجه مهمه جدا اللي هي بشكل عام مثلا السن المتوقع للوفاه في المملكه العربيه السعوديه بدل ما انه هو كان مثلا 83 او بدل ما كان 80 وصل انه هو يصير 83، ارتفع. وهذا نتيجه العمليات المتكرره والقياسات المتكرره. طيب كمثال عندنا الاهداف تحسين سلامه المرضى بشكل عام، المدخل هو نسبه الممرضات الى المرضى، العمليات الحاصله لدينا نسبه الامتثال لفحص الدواء وعدد طلبات الدواء. ليش المدخل هنا عندنا نسبه الممرضات الى المرضى؟ لانه انا كممرضه، انا طبعا ماني ممرضه ولكن كممرضه، اذا كان عندي عدد مرضى كبير في نفس الوقت المفروض الريشيو يكون 4 لكل ممرضه، ولكن نتيجة الضغط ونتيجة النقص اللي قاعد يصير عندنا، واللي قاعد يصير إنه أحيانا الممرضة تصل إلى 6 مرضى لممرضة واحدة، وفي بعض الأماكن تصل إلى 7 و8 مرضى لممرضة واحدة. طيب هنا العمليات اللي عندنا نسبة الامتثال لفحص الدواء وعدد طلبات الدواء، لازم أنا أعرف هل هذه ممكن ال6 مرضى اللي قاعدة تشرف عليهم هذه الممرضة طلبات الدواء عندهم قليلة جدا، ونسبة الامتثال لفحص الدواء اللي هو انه يكون فيه ممرضتين قاعدين مع بعض وقاعدين يشيكون ان هذا الدواء صحيح. بعدها هنا لانه نسبة الممرضات كانت جيدة، فبالتالي الامتثال لفحص الدواء مثلا كان جيد، الاخراج عندنا والمخرجات عندنا، نسبة المرضى اللي يعانون من حساسية الدواء، الممرضة ما نسيت ان هي تسأله هل انت عندك حساسية من هذا الدواء ولا لا، والممرضة كذلك ما اخطأت في اعطاء هذا الدواء. بالتالي نتيجة عندنا هنا كان عدد الـ ADR أو الـ Adverse Drug Reaction أقل، وكذلك رضا المريض زاد. فهنا نبدأ نشوف إحنا الارتباط ما بين المدخلات، العمليات، المخرجات، وبالتالي النتيجة النهائية. نجي لنقطة موازنة مؤشر الأداء الرئيسي. هي تقنية عشان نضمن احنا الجودة، انه نتمكن من اختيار مؤشرين اداء رئيسيين على الاقل لنفس الهدف. غالبا احنا نحتاج مؤشرين للاداء، حيث واحد ممكن يقيس من الفعالية، واحد ممكن يقيس من الكفاءة في ذات الوقت، واحد ممكن يكون لاجنج، واحد ممكن يكون ليدنج، ولكن احنا نختار مؤشرين بحيث نعرف وين بالضبط هذه العملية وكيف ممكن نقياسها. يعني انا مثلا اذا جيت قلت راح اقيس نسبة الأخطاء الحاصلة في أو نسبة الالتزام في فحص الدواء، ولكن ما راح أقيس طلبات الدواء. طب هذه قد تؤثر على هذه، أنا لازم أشوفها من جهتين مختلفة عشان أعرف هل فعلا أنا عندي مشكلة ولا لا. تجنب التركيز على مؤشرات أداء رئيسية معينة على حساب مؤشرات أداء رئيسية أخرى، وهذه من الأخطاء اللي كثير تصير عندنا في مؤشرات الأداء. نجد إنه في مؤشر أداء دائما مركزون عليه، ولكن هو في مؤشر ثاني قاعد يأثر عليه بطريقة ما، وإحنا مو مركزين عليه نهائيا ومطلعينه من حسبة. توفير منظور أول الساعة للأداء الفعلي، أنا ما أبي أركز على شيء معين وما أشوف كل المؤشرات على وين قاعدة توجهني، ترى ممكن يكون في مؤشر يدعم مؤشر، في مؤشر يحل موضوع مؤشر آخر، فأنا لازم تكون دائما نظرتي واسعة للأداء أو لإدارة الأداء بحيث إنه أنا أقدر أتخذ القرارات بطريقة جيدة، وهذا يحصل من خلال موازنة مؤشرات الأداء الرئيسية. هذه بعض الأمثلة عن مؤشرات الأداء، احنا قاعدين نشوف إنه في ليدنج ولاجنج، واحنا حاطين بعض الأمثلة لها، كذلك الإفشنسي والإفكتيفنس نبدأ نوازنهم، كوانتيتي وكواليتي، مؤشرات نوعية ومؤشرات كمية قاعدين نوازنهم، مؤشرات سبجكتيف ومؤشرات أوبجكتيف موضوعية وتفصيلية أكثر ونبدأ احنا نوازنهم كذلك.
فبالتالي احنا دائما لازم نعمل على هذا الشيء، انه احنا نوازن ما بين مؤشراتنا، بحيث انه احنا تكون منظورين مختلفة يقودوننا الى الهدف المرجو، ونقيس انجازنا بطريقة صحيحة. الاخت فتحية تقول في ليبيا 26 مريض الى ممرضة واحدة. يا ساتر يا اخت فتحية، يا ساتر. هو البنش مارك العالمي هو 4 مرضى الى ممرضة واحدة. غالبا يكون نقص الممرضات في العالم اجمع مشكله كبيره صعب حلها، ولكن احيانا نحتاج انه احنا ناخذها بطريقه مختلفه. مثلا توزيع الممرضات ما يكون عندها كل الحالات كريتيكال، او ما تكون عندها كل الحالات صعبه. ما ينفع انه انا مثلا اكون في قسم جراحي واضع الممرضه تشرف على مرضى كلهم عملوا عمليتهم اليوم او امس. ممكن احط اوازن ما بين الامور اللي نعطيهم، وهذا هو اللي يساعدنا على اتخاذ القرارات. ولكن 26 مريض لمرضى واحده، يلا سلامه. طيب، متابعه تحديد مؤشر الاداء الرئيسي. لابد انه احنا في الخطوه الثالثه نبدا نتابعه، يكون عندنا توثيق لهذه المؤشرات. كيف نوثقها؟ نعرف حقول البيانات التعريف، لازم يكون عندنا تعريف ووعي لحقول البيانات هذه ووعي لها. كذلك نعبئ وتعبئة الحقول المطلوبة لكل مؤشر أداء رئيسي، لازم تكون الحقول كاملة في هذا التوثيق. ليش نسوي الشيء هذا؟ تفعيل التوافق. أنا لما يكون عندي وثيقة موجود فيها هذا الـ KPI، يكون سهل بالنسبة لي إنه أنا أعرف أتوافق مع مين، ما هي القواعد اللازمة لهذا الشيء، كيف أنا، هل هي محاذية للأهداف الاستراتيجية، هل هي فعلاً فعالة لقياسها ولا لا. هذه الأمور كلها أعرفها من خلال وثيقة، دوكيمنت أمامي، مستند أمامي، مكتوب فيه كل الـ KPIs وكل تفاصيل الـ KPI، بحيث إنه هذا الدوكيمنت سهل علي أتعامل معه. كيف؟ من خلال توحيد نموذج توثيق الـ KPIs. لابد إنه هو يكون موحد، الجميع يعرف طريقة قراءته، والجميع يعرف طريقة تعبئة هذا النموذج. وطريقة قراءته لابد إنه فعلاً الجميع يعرفها، لأنه أنا كثارة ما ينفع انه انا اقرا وبعدين تيجي مثلا اخت فتحيه وتقرا بطريقه مختلفه، انا كنت احسب الطريقه وهي تحسبها بطريقه مختلفه، فبالتالي اللي يصير معانا انه تطلع عندنا نتائج مختلفه، وقد نتخذ قرارات بناء عليها، لانه انا ماني عارفه طريقه الحسب الصحيحه، هي ماني عارفه طريقه الحسب الصحيحه، هي ما هي عارفه الفئات الداخله في هذه العينات، وهي او انا ما اعرف ايش الفئات هذه. فعشان كذا لابد انه احنا نوحد جميع هذه الامور. طيب، تصميم وثيقة مؤشرات الأداء الرئيسي. كيف إحنا نصممها؟ لابد يكون عندنا تعريف النموذج، اسم ورقم للنموذج هذا، بحيث أي أحد يكون يقدر يرجع له مباشرة. يكون عندنا تعريف للأداء نفسه أو مؤشر الأداء نفسه وطريقة استخدامه، هل إحنا في أي جزء من بطاقة الأداء المتوازن، طريقة حسابها، إيش هي المقاييس الفرعية له والمرتبطة به، الصيغة الكالكوليشن فورمولا، كيف احنا المفروض نحسبها، الاتجاه اللي هو الترند، هل هو تصاعدي، هل هو تنازلي، هل هو احنا بس نبغاه يبقى على ما هو عليه. كذلك التوعيه باهميته، معنى هذا المؤشر، تاثيره، مستوى التنفيذ، على اي مستوى المفروض انه هو يتنفذ، هل هو على مستوى عالي، على مستوى منخفض، هل هو الاداره، هل هو احد اخر، نوع المقياس، هل هو بروسيس، هل هو اوتكم، هل هو انبوت، الغرض منه. كذلك لابد ان احنا نعرف ربطه بالهدف الاستراتيجي الموجود لدينا. ملف تعريف البيانات، هل هذه البيانات مؤتمته؟ هل هذه البيانات مكرره؟ كيف طريقه تكرارها؟ متى لابد انه احنا نبدا نحسب؟ هل انا راح احسبها كل شهر؟ كل اسبوع؟ يوميا راح اخذ البيانات هذه؟ هل انا المفروض انه انا بحسب باي ويك، باي ييرلي او باي انوال؟ فانا لابد اعرف متى هذا التكرار. الفارق الزمني كل كم راح يصير عندنا تحليل لهذه البيانات. طبعا عندنا فرق ما بين تكرار البيانات، التكرار تشمل انه انا اعمل على جمع البيانات، الفارق الزمني راح يكون عرض هذه البيانات او متى راح اتخذ القرار، متى يكون عندي تحليل لها واعرضها امامي. طبعا النزاهه، لابد انه يكون عندنا انتجريتي لجمع هذه البيانات، والقيود، ما هي محدوديتنا او حدودنا في جمع هذه البيانات. وكذلك من الامور المهمه جدا في هذا الموضوع انه احنا نعرف ما هي البنات الداخله معانا في هذا الكي بي اي. انا مثلا قاعده احسب كي بي اي لرضا الموظفين، لكن انا ابغى التمريض، ما ابغى الاطباء، انا ابغى مثلا الفيميل، ما ابغى الميل،
انا ابغى مثلا مرضى بحسب شيء يخص مرضى السكري، لكن ابغى النوع الاول ما ابغى النوع الثاني، فانا بالتالي لابد اعرف ما هي الامور الداخله ضمن نطاق بياناتي والامور اللي ما راح احسبها. المستهدفات، المستهدفات هنا نتكلم على التارجت، ما هو هدفنا، متى راح نوصل لهذا الهدف، هذا ما نعنيه بالفواصل الزمنيه، متى المفروض نوصل لهذا الهدف. كذلك نحتاج نعرف المقارنه المرجعيه، من هو المنظمه اللي احنا نحتاج نقارن فيها، الاداره من هو المالك لهذه البيانات، من الذي يجمع البيانات، ومن اين نجمع هذه البيانات، وهذا مهم جدا انه احنا نعرفه. توثيق مؤشرات الأداء الرئيسية، ما نقوم به هو مراجعة التقارير الداخلية، مراجعة المصادر الخارجية، نستشير فريق عمل المسؤول عن جمع هذه البيانات واستخدامها، موافقة المالك أو المسؤول أونر عن مؤشر الأداء، مدير القسم الفلاني هو المسؤول عن هذا الموضوع، أو مثلا مدير تجربة المريض كمثال هو المسؤول عن جمع هذا الموضوع، بنك الدم هو المسؤول عن هذا الموضوع، فبالتالي لابد أن هو يوافق على مؤشر الأداء الموضوع له. بعدها المراجعة والموافقة من قبل إدارة البيانات أو مدير الاستراتيجية، الشخص المسؤول عن هذه البيانات وعن إدارتها بطريقة صحيحة، وكذلك تعتمد من قبل الإدارة المالية، وبعدها تضاف إلى مكتبة مؤشرات الأداء الرئيسية للمنظمة. وللأسف كثير من المنظمات عندنا ما عندهم مكتبة مؤشرات الأداء الرئيسية، ولكن المفروض إنه أنا عندي مكتبة فيها جميع المؤشرات الأداء الرئيسية الموجودة في المنظمة، أقدر أرجع لها وأعرف طريقة حساب هذه المؤشرات، ويكون سهل عندي إنه أنا مباشرة آخذ هذا المؤشر وأطبقه في قسمي، أو آخذ هذا المؤشر وأطبقه في إدارتي بناء على التوثيق الحاصل لدينا من قبل. طبعا الاعتماد من قبل الإدارة العليا، غالبا تختلف هنا معاني الإدارة العليا، يعني لو أنا على مستوى قسم أعمل على مستوى قسم، من بيكون بالنسبة لي كقسم الإدارة العليا؟ راح تكون الإدارة اللي أعلى منها، اللي هي إدارة القسم هذا، مدير الإدارة نفسه، أو ممكن يكون المدير التنفيذي فقط لهذه الإدارة في حالة كان المنظمة لها إدارة عليا أو لها إدارة تنفيذية. نيجي بعدها الاجتماع الأول للمراجعة، ما يحدث إنه إحنا نبدأ نراجع هذه المؤشرات الرئيسية التي تثبت عدم كفاءتها بالقياس. أحيانا يكون عندنا مؤشرات مع الوقت نبدأ نلاحظ إن ما عندنا حاجة لها، فبالتالي إحنا طلعناها من ضمن مؤشراتنا، وبعدها نبلغ عنها بطريقة عملية ونعيد النظر إليها، هل فعلا نحتاجها ولا ما نحتاجها. معايير تحديد مؤشر الأداء الرئيسية، إنها تكون ذات صلة بالمؤشرات أو بالأهداف الاستراتيجية، محددة بوضوح ومتوازنة، هذا جدا مهم عندنا في هذه المؤشرات. ليش مهم بالنسبة لنا إنه إحنا نحدد مالك أو مسؤول عن مؤشر الأداء؟ إذا ممكن تكتبوا لي في الشات ليش مهم بالنسبة لكم إنه أنتم تحددون هذا الشيء؟ لضمان المسؤولية وإنجاز المؤشر، صحيح فعلا، لأنه أنا إذا ما كان عندي مالك أو مسؤول عن مؤشر الأداء، بعد فترة ما في أحد ممكن إن هو يتبنى هذا المؤشر، أو يعتمد دائما أو يتحمل المسؤولية عن هذا المؤشر، عشان هو المسؤول عن الجمع وفهم التحليل، سرية المعلومات وسمعة المؤسسة، وضع ضوابط معتمدة مستمرة. يمكن هنا أنا ما أوافقك الرأي أستاذة فتحية، سرية المعلومات هي تخص الإدارة العليا أكثر، ولكن إذا كان عندنا مالك ومسؤول، أنا هذا الشخص محاسب عن استمرارية تحليل هذا المؤشر. يعني أنا أقدر أقول والله عندي مؤشر هنا ما له بيانات، ليش ما له بيانات؟ ارجع لفلان هو المالك والمسؤول عن هذا المؤشر، فيا فلان إذا سمحت ليش ما أرسلت هذه البيانات؟ وغالبا يفضل إنه إحنا المالك أو المسؤول ما نضع باسم. قد المالك أو المسؤول نضعه تحت إدارة معينة، مثلا نحدد المنصب مدير إدارة تجربة المريض، مدير إدارة الجودة والاعتماد، مدير إدارة التمريض، فبالتالي لو تغير هذا الشخص من يخلفه مسؤول عن نفس الـ KPI الموافق عليه من قبل.
الآن لدينا ضبط المستهدف وجمع البيانات وعرضها. كيف نعين هذا الهدف؟ نعين الهدف أو المستهدف بأنه إحنا يكون عندنا إظهار مستوى. هنا المستهدف نتكلم عن التارجت عشان بس يكون عندكم فكرة عن مقارنتها بالمصطلحات الإنجليزية. إظهار مستوى النتائج المطلوب لمؤشرات الأداء الرئيسية، إحنا نعرف وين بالضبط نتائجنا ونبدأ إنه إحنا نعرف وين بالضبط وضعنا معاها. تحديد نقطة البداية في عملية القياس والتحليل. أنا أقارن مستواي الفعلي بالمستوى المطلوب أو المرغوب، فبالتالي أعرف أنا وين بالضبط، وين مكاني، ويكون سهل بالنسبة لي إنه أنا هل أنا فعلاً أحتاج أقيس وأحلل وأحسن، ولا أنا مستواي على أو أنا موجودة في نطاق المطلوب، فأنا ما عندي أي إشكالية في هذا الـ KPI. بعد تحليل الأثر، أنا أحتاج أعرف ما هو الأثر اللي حاصل من خلال تعيين هذا المستهدف. مصادر تحديد المستهدف هو تحليل السياق، غالبا يكون إما تحليل خارجي أو تحديد المعايير الخارجية، تحديد المعايير الداخلية والسجلات الموجودة عندنا. إحنا إما إنه يكون عندنا دراسة لسوق العمل أو دراسة بشكل عام حددنا من خلالها، أو عندي معايير خارجية، عندي بنش مارك مقارنة مرجعية لابد إنه أنا أتماشى معاها، مثلا ضمن أداء واحيانا ضمن فلوس جيني هو قاعد يجينا احنا من وزاره من ام او اتش. دائما نجد انه احنا في عندنا جدول يبين لنا وين مكان المنظمه بالضبط مقارنه الى المؤشر العام لجميع المستشفيات، ويقارن لك كذلك بادائك السابق. ادائك السابق هو تحديد المعايير الداخليه. هنا انا حددت ما هو او سوري السجلات، انا حددت ما هو سابق وحددت ما هو مقارنة بالمنظمات الأخرى المشابهة لي، وعرفت إيش مستهدفي بالضبط. هل أنا أعلى؟ هل أنا أقل؟ هل أنا أحتاج أغير هذا المستهدف؟ تحديد المعايير الداخلية هذا يكون عندنا إنه إحنا أخذنا مجموعة درسنا بالضبط إحنا وين نبغى نوصل. أنا وصل مثلا كمنظمة أجد إنه أنا المطلوب مني كمقارنة مرجعية من الوزارة انه انا يصل عندي رضا المريض في مواعيد العيادات الخارجيه، في اول موعد ياخذه من العيادات الخارجيه، انه هو يكون رضاه لهذا الموضوع 80%، ولكن وجدت نفسي اني انا 85%، معناته انا مستواي مناسب او جيد جدا بالنسبه للخارجي. طيب حللت خارجيا وجدت انه وضعي مناسب، النسبه العامه هي 82% مثلا، كذلك حددت المعايير الخارجية مثل ما قلنا من الوزارة. بدأت أبحث سابقاً هل أنا وصلت أعلى من كذا ولا أنا كنت منخفض، وجدت أنه أنا والله قبل كنت منخفض الآن تحسن. طيب بعد هذا كله بديت أقول أنا راح أتحدى نفسي، بدل ما أني أكون 85% بغض النظر أنه أنا مراجعتي الداخلية مراجعتي مقارنتي المرجعية كويسة، التحليل الخارجي كويس، السجلات كويسة، أحب أتحدى نفسي فأبدأ أنه أنا أقول راح أوصل للـ90%، وأبدأ أضع مبادرات وأضع مشاريع بناء على 90%. عملية إعداد المستهدف أعتقد ما مداني أنا أترجمها، ولكن اللي يصير عندنا هنا إنه إحنا نبدأ بإنه إحنا نسوي جلسات استشارية عن هذا المستهدف، وغالبا تبدأ عندنا من الإدارة العليا، وراح نشوف بعدين نوع آخر كذلك، وبعدين نبدأ إنه إحنا نعدل عليها على مستوى أفقي وعلى مستوى عمودي، بحيث إنه إحنا نعرف إيش الإدارة العليا تبغى مننا بالضبط، وماذا يتناسب مع المستوى الأفقي من موظفين من إدارات مشابهة لنا. بعدين نبدأ إحنا نراجعها ونشوف مدى تفعيلنا لها، وبعدين هل إحنا نحتاج إنه إحنا بناء على التفعيل وبناء على المستهدفات هذه، هل إحنا نحتاج إنه إحنا نغير عليها؟ changes need to be made. هل يحتاج ان احنا نغير عليها؟ لا، اذا احنا راح نستمر بانه احنا بس نراقب الوصول الى هذا المستهدف او هذا المستهدف. اذا نحتاج انه احنا نراجع عليها راح نضطر نعمل مره ثانيه ناخذ موافقات اداريه عشان نغير هذا الهدف، وبالتالي بعد ما احنا نستمر في مراقبه هذا المستهدف نصل الى انه احنا كل فتره نحتاج انه احنا نراقب وضعنا بالضبط بهذا المستهدف وهل هو مناسب لنا ولا لا.
غالبا تحديد الاهداف يكون اما من الاعلى للاسفل، وهذا ما يحدث غالبا. المهاجمية الجديدة اللي صارت تصير عندنا انه احنا من الاسفل الى الاعلى. صاروا يقولون الان انه الاداره العليا احيانا ما تعرف يكون اذا كان في جاب، طبعا في ادارات في اندماج وفي معرفه، في العمليات قاعده تروح وتجي ما بين الاداره العليا والادارات الاسفل منها، وبالتالي عندهم خبره دائما وعندهم معرفه دائما عن ماذا يحدث في الموظفين في الواجهه. فما يحصل لدينا انه احيانا يكون من الاسفل الى الاعلى، تحدد الاهداف من الاسفل الى الاعلى او من الاعلى او الاسفل. مثلا زي ما عندنا احنا في الوزاره يعطونا نسبه معينه ويقولنا اعملوا على انه انتم توصلون لها. نهج تحديد الاهداف بشكل عام، في شيء عندنا نسميه احنا العتبات. العتبات هي انه احنا نحدد القيمه المستهدفه، بعدها نحدد الاتجاه، هل احنا نبغى تزايدي يزيد عندنا هذا الى ما نصل الى هذا المستهدف، او يكون فقط ضمن النطاق، يعني احنا ما نبغى نطلع ولا ننزل، نبغى نكون في هذا العدد، او انه نبغاه يتناقص، وبعدها نبدا نؤسس العتبات. ماذا نعني بالعتبات؟ العتبات هي كانها يعني اشارات مرور تبين لي تاسيس العتبات، او هل انا فوق الهدف باللون الاخضر؟ هل انا في نطاق الهدف او قاعد اطلع وانزل في هذا النطاق، او انا اقل من الهدف بشكل عام؟ فبالتالي العتبات هذه احنا كيف نحددها؟ انا قاعد اقول والله هدفي 60%، اذا وصلت ل 50% فهذا يعني انه انا جيده، وابدا اتسارع في التحسين. اذا انا وصلت 70% فهذا ممتاز بالنسبه لي. طب اذا انا بقيت 60% هذا افضل ما اريده وهذا اللي انا ابغاه. طب اذا انا وصلت 50% نزل عن 60% مقبول بالنسبة لي، ولكن أحتاج أبدأ أراقب التارجت أكثر، وأبدأ أعمل إجراءات تصحيحية عشان ما يزيد نزولي. مقبول بالنسبة لي إني أكون 50%، ولكن الهدف هو 60%، ومقبول بالنسبة لي 50%، ولكن أنا في وضع خطر ممكن ينزل، ممكن انه انا ما عاد اقدر انه انا اعدل عليه مره ثانيه، ما اقدر احسن عليه مره ثانيه، فبالتالي اكون دخلت في مرحله الخطر، مرحله ان انا اخذ اجراءات عنيفه واجراءات حازمه بحيث ان انا اقدر ارجع ل 60% مره ثانيه. فهنا انا احدد، كاني اضع الهدف ما بين شيء مقبول وشيء افضل وشيء غير مرغوب فيه. وما بين هذه الثلاثه ابدا هنا اوازن في تحسيناتي، بحيث انه انا ما ازيد كثير، فممكن احيانا تكون الزياده احيانا تكون جهد على المنظمه، وما اقل بحيث انه انا اقل عن الهدف الرئيسي، وابقى دائما في هذا الرينج ما بين 50% و70%، 50% و70% طول الوقت، ولكن الهدف الرئيسي هو 60%. طرق عرض العتبات قد تكون رايتوها في عده داشبوردز، اما ان هي تكون ميزان ذو نقطتين، أخضر معناته يوافق أو أعلى من المستهدف، إذا كان أحمر معناته صار أقل من المستهدف، أو كان ميزان ذو ثلاث نقاط يوافق أو أعلى من المستهدف أخضر، ضمن نقاط مقبول أصفر، أقل من المستهدف أحمر، أو يكون على أربع نقاط وهذا يكون أكثر تفصيليا. أعلى من المستهدف يضع باللون الأزرق، يوافق المستهدف أخضر، ضمن نقاط مقبول أصفر، أقل من المستهدف أحمر. ودائما نختار هذه الموازين إما على حسب توجه المنشأة، أو أحيانا تكون على حسب طبيعة هذا الـ KPI. إذا كان يحتاج تفصيل أكثر فإحنا نضع عتبات أكثر. آخر شيء عندنا اللي هو جمع البيانات وعرضها. نجمع البيانات أو كيف نعرف أن جودة هذه البيانات أنها تكون مكتملة وتكون محددة الوقت، نعرف إحنا متى نجمعها بالضبط، متناسقة مع بعضها، مطابقة، يعني مطابقة للمعايير اللي أنا قاعدة أحاول أجمعها فيها، كذلك تكون يوناكنس يعني مميزة، يعني بحيث إنه ما يكون في أوفرلابينج أو تكون في داتا ثانية مشابهة لها، تكون لها طبيعة خاصة، وأكيورسي آخر شيء اللي هي صحة أو ضبط هذه البيانات تكون صحيحة وتكون مضبوطة بطريقة معينة. طيب عمليات تفعيل الـ KPI أو طريقة جمع البيانات، عندنا أنه يكون في عندنا اجتماع مع أمناء البيانات وهم الجامعين الـ Data Collector،
وبعدها يكون عندنا تحديد ميزانية لهذا التفعيل في حالة الاحتياج. ليس كل المنظمات تحتاج، بعض المنظمات تستخدم مصادر خارجية أو تستخدم مستشارين خارجيين فيحتاجون هذا الشيء. بعدها تصميم قالب لتجميع هذه البيانات، وتوعية وتعليم أمناء البيانات بالنموذج المستحدث وكيف إن هم يقرونه وكيف يفهمونه، هذا كله ضمن تفعيل مؤشر الأداء. بعدها نبدأ عملية جمع البيانات. كيف نسوي في هذا الموضوع؟ نحن نرسل تنبيه جمع بيانات مؤشرات الأداء الرئيسية كل ما قارب الفاصل الزمني لها، وإرسال بريد إلكتروني باستمرار للتذكير، وبعدها يفترض إنه تستلم جميع البيانات المطلوبة. كيفية عرض البيانات عندنا عدة طرق لعرض هذه البيانات. إما إنه إحنا نعرف نحتاج نعرف العلاقة ما بين البيانات عن طريق مثلاً عن طريق السكاتر، أو نحتاج إنه إحنا نعرف عن طريق البابل تشارت، هذه كلها تبين لنا ما هي علاقات البيانات مع بعضها. في علاقات تبين لنا تجمع أو تشتت هذه البيانات، مثلا الهيستوغرام تبين لنا هذا الشيء، السكاتر دايجرام يبين لنا هذا الشيء، فهذه الأمور كلها تبين لنا وين إحنا بالضبط وكيف توزع هذه البيانات عن بعضها. في كمان مقارنات، وهذا غالبا ما نعمل عليه إحنا، مثلا نشوف البار تشارت، هذه الأمور كلها غالبا البار تشارت من أكثر الطرق المستخدمة في إن هي تسوي كومباريجن. بعدين عندنا الكومبوزيشن، إنه إحنا نعرف كم شير لهذه البيانات، تبين عندنا من عدة تشارت ممكن تبين لنا هذا الشيء. أشهر الطرق لوضع الرسوم البيانية في الممارسة العملية مخطط الأعمدة، اللي هو بار تشارت، بول تشارت، ديال تشارت، ران تشارت، وباي تشارت، وسبارك لاين. والأشهر هي البار تشارت وران وباي. في مخطط الأعمدة نجد إنه هي عندنا مخطط شريطي، نوع من الرسم البياني يستخدم إنه إحنا نقارن القيم المختلفة، سواء إنه إحنا حطينا جميع البيانات مع بعضها، سوينا جروب بيانات مع بعض في عدة كاتيجوريز، بدينا نقارن كل واحد. مثلا أنا قاعدة أقارن هنا اللون الأخضر عندي مثلا، نقول هذا سنة 2022، فقاعدة أقارن سنة 22 مع بعضها، كذلك قاعدة أقارنها نسبة إلى 2021 ونسبة إلى 91 إلى 20. نيجي في ستاك بار تشارت، هذه تكون متفقة مع بعضها، وغالبا إذا كنت أبغى أعرف المجموع بالنسبة لهذه الأمور كلها، يعني أنا في الكاتيجوري 5 أبغى أعرف أداء 2020 و2021 و2022 مقارنة بشكل عام بأداء كاتيجوري 4 في نفس السنوات. وبعدها ال 100% ستاك بار تشارت يبين لي كنسبة مئوية فقط، هذا الفرق ما بين ستاك بار تشارت، هنا أبغى أعرف نسبة مئوية كم، وهنا أبغى أعرف كعدد كم، ويبين عندنا إحنا هنا بشكل عام. في كذلك إنه ممكن يكون سنجل، عمود واحد أو عمودين أو اختلاف، ما تكون جروب، ولكن أنا وضعت الجروب لأن هي الأكثر هكتك أو الأكثر حيرة. نيجي بعدها عندنا مخطط الرموز النقطية، اللي يصير عندنا إنه إحنا نستخدم المقارنة النتائج الفعلية بالأهداف. بينا عندنا الهدف هنا، وبعد ما بينا الهدف نجد انه احنا هذا الاكشوال برفورمانس حقنا، احنا وين وصلنا بالضبط، هذا هدفنا، فالى الان ما وصلنا لهذا الهدف المرغوب. وهنا نضع جميع الكي بي ايز مع بعض ونقيس اهدافنا بالنسبه لهذا الكي بي ايز. مخطط الطلب او الديال تشارت مفيد لمراقبه القيم التنبيهيه قبل الوصول الى نقطه الخطر. زي ما احنا ذكرنا قبل عندنا العتبات، فهنا يبدا يبين لنا هل انا في النطاق الاصفر، هل انا في الاخضر، هل انا في الاحمر، انتبه. هذا يبين لنا انه انتبه، هذا لكل كي بي اي على حده قاعد يبين لي انه اوكي انت الان في الاخضر، وضعك في السليم، انت 83 بس تراك 83 على جريف على ما يقولون. بعدها نجي هنا عندنا في 85، اوكي وضعك ولكن كذلك قد تصل الى الاحمر مباشره، هنا انت في الاخضر وهذا وضعك سليم وتقدر انه انت تستمر على ما انت عليه. مخطط الخطي اللي هو اللاين تشارت يساعد في تتبع الاتجاهات وتوقع الاتجاه المستقبلي. اللاين تشارت يقيس لك أدائك على مدة زمنية محددة، فبالتالي أنا هنا عندي مثلا من شهر فبراير أو من شهر مثلا نقول محرم إلى شهر ذي القعدة، أبغى أعرف أنا بالضبط مؤشراتي
قاعدة تنزل ولا تطلع، في أي شهر بالضبط كان عندي هبوط، في أي شهر كان عندي ارتفاع. مثلا غالبا في رمضان ممكن إنه والله العمليات الجراحية تهبط في رمضان، ولكن هنا أنا يعرفني إنه أوكي هي تهبط في رمضان لأنه رمضان. هذه السنة رمضان جاني في شهر مي، الشهر اللي فات كان في أبريل، لكن هذا رمضان وهذا شيء متوقع. فبالتالي أعرف إنه السنة الجاية راح يكون نفس الشيء عندي في رمضان، عندي هبوط ما أحتاج أسوي أي إجراءات تحسينية عليها. هذا الترند أو هذا الاتجاه اللي قاعد يحصل معي. في نفس الوقت أنا ممكن أبدأ أتوقع إيش الحلول اللي أنا ممكن أحطها، يعني أبدأ ما أحط عشان ما يصير عندي نو شو في هذه العمليات. أبدأ أقول والله العمليات بسوي قبلها إنه أنا أتأكد من المرضى هل راح يجون العمليات ولا لا، أتأكد قبلها بيوم، أتأكد في نفس اليوم، وبالتالي أعرف هل هم فعلا بيجون ولا لا عشان ما يصير عندي نو شو لهذه العمليات. مخطط الدائرة يستخدم لمقاربة أجزاء مختلفة من الكل. أنا أبغى أعرف بريطانيا أو UK بالنسبة للباقيين كم نسبتها أو كم العدد الموجود فيها مقارنة بالآخرين، فغالبا يكون جزء مقارنة جزء من الكل. هنا عندنا كذلك إنه كأنها ران شارت، ولكن جمعنا جميع البيانات أو جميع KPIs مع بياناتهم، وفي الأخير بينا الترند. أنا حطيت الآن جدول كامل، في هذا الجدول يسمى سبارك لاين لأنه كأنه شرارات يبين لك. فإحنا نحط عندنا الـ KPI، بعد نحط النتائج ونبدأ نلاحظ إنه عندنا الترند اللي هو الاتجاه. مثلا في الأول Customer Satisfaction with HR Solution اللي صار عندنا إنه إحنا كان مقارب 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 البعض 48 ثابت 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 إلى سنة 2010 حصل هبوط، وبعدها في 2011 حصل عندنا ارتفاع. فهذا الاتجاه اللي صاير معي، ومن هنا أبدأ أقدر أدرس إيش الاتجاه اللي قاعد يصير معي وإيش القرارات اللي لازم أتخذها بناء على هذا الاتجاه. أخيرا عندنا نشاط، راح آخذ دقيقة أو دقيقتين من وقتكم إنه تقولوا لي ما هي أسباب فشل المشروع، مؤشرات الأداء بشكل عام. إذا أنا بدأت هذا المشروع عملت كل شيء ولكن في الأخير فشل عندي هذا المشروع، ما هو السبب في هذا الفشل؟ للبيانات غير جيد، عدم دعم الإدارة العليا، صحيح، عدم الدقة في إعداد البيانات، صحيح، تأخر بالإنجاز، عدم المعرفة بكيفية إعداد المؤشرات، خطأ في تحديد الهدف. عدم وجود مالك، improper data validation، necessary agreement. طيب عشان ما آخذ من وقتكم أكثر أكتفي بهذا القدر. نجد إنه إحنا عندنا من أسباب فشل مشروعات مؤشرات الأداء أو مشاريع مؤشرات الأداء إنه ما يوجد التزام عالي لقيادة هذا المشروع، يفتقد بالاستهانة. كذلك ما عندنا وعي كافي عن سبب اتخاذ المنظمة هذا المشروع. أنا ليش أبغى أقيس أدائي؟ فلازم المنظمة تكون عندها توجه. يعني إحنا عندنا رسالة وعندنا رؤية ونبغى وعندنا أهداف استراتيجية، طب ما نبغى نعرف أنتوا ليش تبغون تقيسون أدائنا أصلاً؟ عدم كفاية المؤسسة إنه الاستراتيجية ليست واضحة وليست محددة، فبالتالي أنا كيف أقدر أضع مؤشرات تقيس أدائي إذا أنا أصلاً ما أعرف أنا وين رايح؟ إيش توجه هذه المنظمة؟ الجهل بكيفية صناعة مؤشرات الأداء مثل ما ذكرتم، عدم تركيز المشروع، إما إن هم مبالغين جدا في قياس الأداء، عندهم كثير من الـ KPIs، أو إنها قليلة جدا أو اختيرت بطريقة خاطئة. وليس من الصحيح إنه إحنا عندنا يكون KPIs، هي أساسا من اسمها KPIs يعني الرئيسية، والرئيسية هنا نقصد إنه أنا تم اختيارها بعناية فائقة لتحديد أو لتحليل إنجازي. فلا يعني إنه إحنا نضع كثير من الـ KPIs أو نضع كثير من مقاييس الأداء ونعتقد إنها بتفيدنا، أحيانا قد ما تكون مفيدة لنا، أحيانا قد تشتتنا أكثر، ما نعرف إحنا إيش نقيس بالضبط، وجهد كثير كثير جهد إنه تجميع البيانات وتحليلها ليس بالشيء المستهان فيه.
فبالتالي لابد انه احنا يكون في وضع مناسب، انه احنا تكون عددنا مناسب وتكون صحيحه. الاختيار غير المناسب للفريق، فريق العمل غير مناسب لتحديد هذه البيانات، قد يكون ما عنده علم اصلا بالعمليات او الاجراءات اللي احنا قاعدين نقيسها، قد ما يكون عنده علم بالاهداف الاستراتيجيه لهذه المنظمه، قد ما يكون عندهم اصلا علم ايش معنى مقاييس الاداء. هذه الامور كلها تؤدي الى انه يفشل هذا المشروع. عدم تخصيص بطاقه الاداء والادوات المتصله بشكل مباشر، اذا انا كان عندي بطاقه الاداء المتوازن فلا بد انه انا اعرف ايش استخدامي لها وكيف انا استخدمها، وهل هي لها اتصال مباشر بهذه الادوات او بهذه الكي بي ايز ولا لا. الجهل بأداة التغيير في كيفية صناعة التبني لمشروع مؤشرات الأداء. هنا عندنا في إدارة التغيير لابد إنه أنا عشان أعرف، عشان الناس يتجاوبون معي، إنه أنا أبدأ أعمل معاهم على تجهيزهم لهذا التغيير اللي بيصير معي. أنا ما أقدر أجي فجأة أقول لهم خلاص أنا قررت إنه أنا الآن بيكون عندنا مؤشرات أداء، يلا يا سارة، يلا يا فلانة فلان، بكرة إن شاء الله أبغاكم تكونون جاهزين عندكم مؤشرات أداء. ما جهزتهم، ما يعرفون ليش يكتبونها، بيكون عندي مقاومة عالية لها، بيقعدون معايا ساعة يقولوا لي طب انت ليش اصلا تبغين هذا الشيء؟ طب ليش احنا فاضيين؟ احنا ما احنا فاضيين عشان نقوم بهذه الامور. ما عندنا وقت. جمع البيانات ليس سهل. طب احنا ليش اساسا نحتاج نحط تارجت هدف؟ احنا قاعدين نشتغل وان شاء الله الامور ماشية. فهذه الامور كلها انا عشان اتفاداها، فانا لابد انه انا ابدا اجهزهم لهذا التغيير عشان يقدرون يتبنون هذا المشروع، لأن مؤشرات الأداء هي رحلة طويلة في إنجاز. بهذا أكون ختمت المحاضرة لهذا اليوم. بإذن الله أتمنى أن تكونوا مستفيدين. هذه طرق التواصل معي في حالة أنه احتجتوا التواصل معي في أي وقت، حياكم الله. وردتني بعض الأسئلة سأجاوب عليها، وإذا كان في أسئلة أخرى أتمنى أنه تفتحون المايك براحتكم، ممكن تسألون أو تسألون في الـ Q&A، وأتمنى أنه أنا أقدر أجاوبكم عليها جميعا، وأتمنى استمرار التواصل معكم. أشكر الأستاذ عبد الله المطيري، وأشكر الدكتور يوسف الشراري والدكتور حمود الشمري على إتاحة الفرصة لهذا التواصل مع أخواننا في الجوف، وأتمنى تكونوا استفدتوا. طيب، السؤال الأول اللي ورد عندنا، هل هناك مصادر معينة للاستزادة في موضوع مؤشرات الأداء أو دورات معتمدة؟ نعم أختي سماح، عندك من أهم الشهادات في هذا الموضوع شهادة تخص اللي هي بروفيشنال كي بي آي، في بروفيشنال هي المرحلة الأولى، وفي براكتيشنال اللي هي المرحلة الثانية، هذه تاخذينها من الكي بي آي انستيتيوت. تقريبا هي سعرها، أقدر أقول لك إن سعرها تقريبا قريب ال 5000، ولكن للأمانة تستحق. في حالة أخذتها على حسابك الخاص تستحق هذا الشيء للأمانة، يعني فعلا تنير دربك في إنه أنت كيف تحطين كي بي آيز، إنه جدا مهم سواء كنت على عمل إداري أو في عمل جودة، إنه أنت تكوني عارفة كيف تحطين هذه المؤشرات. ممكن اكتب لك موقعهم او اكتب لك اسمه هنا، كي بي اي انستيتيوت، احد اكبر المنظمات اللي تعطي هذا الشيء. اتوقع في منظمه ثانيه كذلك، هي منظمه استراليه الكي بي اي انستيتيوت، في منظمه ثانيه كذلك ما تحضرني الان، ولكن انا هذه اللي اخذ منها شهادتي. وفي دورات ترى بسيطه، يعني في دورات ممكن تاخذينها بسيطه تعرفك، ولكن الكي بي اي انستيتيوت يعطيك شهاده مهنيه في مؤشرات اداء. الأخت فتحية، كيف يمكن إعداد مكتبة مؤشرات في مستشفى الأطفال؟ توجد به قسم أورام، حديثي ولادة، جراحة، أمراض ثانية، أعصاب، عيادات تخصصية، عناية جراحية، باطنة، وعلاج طبيعي. طيب يا أختي، في مصادر تعطيك المؤشرات اللي أنت تحتاجينها في بناء مستشفى الأطفال، وغالبا انت ممكن ما تروحين على مستوى الاطفال فقط، انت ممكن تروحين على مستوى هذه التخصصات وبعدين تبدين انت تحولينها الى احتياجك. مثلا اذا كنت في قسم الاورام، في مؤشرات معينه للاورام انت تاخذينها وتشوفين هل هي تناسب مستشفى الاطفال ولا لا. في مصادر خارجيه، في اشياء اكيد راح تلاقينها من الاخوه في وزاره الصحه. قد تستفيدين من قد تستفيدين كذلك من
المستشفيات الثانية، التجمعات الثانية يفيدونك فيها إن هم عندهم هذه المؤشرات ولا لا. فبالتالي تقدرين تكونين مكتبة. أو الشيء الآخر، أحيانا قد ما تلاقين فعلا KPI يمثل الهدف اللي أنت تبغين توصلي له، فتقدرين تروحين على البروسيس اللي أنا شرحتها اليوم وتمشين فيها، وبتفيدك كثير في إن أنت تبدين تنير طريقك وتبين لك كثير من العمليات الموجودة عندكم، وتكونين مكتبة خاصة بكم في مستشفى الأطفال. طيب، الله يعطيك العافية أستاذة سارة على جهودك اليوم معنا والمحاضرة القيمة جدا. حقيقة استمتعنا بوجودك معنا، ونحن فريق الأكاديمية والتدريب نرحب بك دوما في محاضرة قيمة، وشكرا لجميع الحضور معنا اليوم، ونسأل الله التوفيق للجميع، جزاكم الله خيرا.